هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد. وعبر الملك عن خالص تهانيه للشيخ محمد سائلا المولى جل وعلا أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة الإمارات وشعبها لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي سار عليها الشيخ زايد آل نهيان والشيخ خليفة ابن زايد. هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد. وعبر ولي العهد عن خالص تهانيه للشيخ محمد بن زايد سائلا المولى جل وعلا أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة الإمارات وشعبها ومواصلة مسيرة التنمية في بلده، متمنيا لدولة الإمارات الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.